بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن في كل يوم نذهب إلى أماكن مختلفة وندخل مبان متنوعة، المنزل، مبنى العمل، السوق، بيت الجد أو الجد، أماكن كثيرة. ولكن ما هو أكثر مكان تحبه؟ ما هو أكثر مكان نحبه؟ هو المكان الذي يحبه الله أكثر، إنه بيت الله، مسجد الله. وكل عظيم تدخل عليه في مكتبه أو في قصره فإن هنالك أصولا لكيفية التعامل معه في هذا المكان. المراسيم الملكية لها أصول، المراسيم الدبلوماسية لها أصول أخرى، وهكذا. طيب، ولله المثل الأعلى، الدخول إلى بيت الله له أصول، له معاني وأسرار. إذا عرفت كيف تتعامل معها ستدخل المسجد بروح تختلف عن روح الذين يدخلون المسجد بطريقة آلية لا طعم لها ولا لون، لا يستشعرون تجاه المساجد أي شيء. يقول أحد الذين تعرفوا على هذه الأسرار: دخلت المسجد بعد أن تأملت هذه الأسرار، يقول: فكأني لم أدخل المسجد من قبل أبدا. إذا لك أن تسأل: كيف تتعامل مع الله إذا دخلت بيته؟ أول تعامل تحرص عليه إذا ذهبت إلى بيته أن تعرف لماذا تذهب إلى هناك، لماذا تذهب إلى المسجد. الجواب: ربنا تعالى خلق الخلق لغاية واحدة فقط، خلقهم لكي يحبوه. يقول ابن القيم: ما خلق الله الروح إلا لمحبته سبحانه. والمحب يشتاق لمحبوبه ويود رؤيته، ومن عادة المحبوب أنه إذا لم يجد محبوبه فإنه لا أقل من أن يقصد مكانه ويذهب إلى بيته. هذا قيس مجنون ليلى يدخل على ديارها ولا يراها، لكنه يقول: أمر على الديار دياري ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. والله تعالى هو الذي خلق القلوب، فهو أعلم من غيره بما تحتاجه هذه القلوب، فيعلم أن الذين يحبونه من خلقه يشتاقون إليه. ولكنه سبحانه فوق السماء السابعة، وقد احتجب عن الخلق في الدنيا بحجاب، وحجابه النور، فلا يمكنهم رؤيته، وقد أخر اللقاء إلى يوم القيامة. موعدنا معه سبحانه في الآخرة. ولكن علم الله تعالى أن المؤمنين لشدة محبتهم لله فإنهم يصعب عليهم أن ينتظروا إلى يوم القيامة، يصعب عليهم أن يصبروا إلى ذلك الحين، سيشتاقون إليه. فبماذا أمر سبحانه لكي يخفف عنهم؟ جعل له في الأرض بيتا ينسب إليه، فيقال: هذا بيت الله، مسجد الله. وكما أن المحب يتردد دائما على بيت محبوبه، فكذلك حبيب الله يذهب 5 مرات إلى بيت الله، وذلك لشدة محبته لله، ولكي يتذكر عند وقوفه بين يدي الله في اللقاء الأصغر، يتذكر موعد اللقاء الأكبر في الآخرة عندما يلقى حبيبه، يلقى ربه. وقد دعا الله عباده وأحبابه إلى هذا المكان. ففي الحقيقة الذي يذهب إلى المسجد لا يذهب إلى الجدران والأحجار، بل يذهب إلى الله الواحد الغفار ليقابله في بيته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. اليوم نريد أن يكون الذهاب إلى بيت الله مختلفا. انتبه معي لهذا التعامل. في العادة عندما تخطئ في حق عزيز عليك فإنك ترسل له رسالة تعتذر له فيها، فإذا كان حبيبا على قلبك فإنك تتصل به. أما إذا كنت تحبه أكثر وأكثر فإنك تذهب إليه في بيته وتتأسف منه. طيب، لله المثل الأعلى، كلنا أصحاب ذنوب وكلنا أخطأنا في حق ربنا، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين توابون. استشعر عند ذهابك إلى بيت الله أنك تريد أن تعتذر عن ذنوبك، فتذهب إلى ربك لكي تسأله الصفح والمغفرة.
أين تذهب إليه في داخل بيته لتعتذر منه. والكريم الكريم غالبا إذا جاءه المخطئ إلى بيته فإنه سيسامحه ويتجاوز عنه غالبا. وربنا سبحانه حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فإذا ذهبت إلى ربك فاسأله تلك الرحمة وما يدريك لعله أن يكتب لك عنده بعد هذه الكلمات رحمة وسعادة لا شقاء بعدها. ألا ترى أنك تقول في دعاء دخول المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك؟ أصلا إذا أذن الله لك بالدخول عليه في بيتي فقد أكرمك. كما أنك أنت لا تدخل بيتك أي أحد فإن الله تعالى أيضا لا يدخل بيته كل أحد. هل تحب أنت لكل أحد أن يدخل بيتك؟ لا طبعا. أيضا ربنا لا يحب أن يدخل بيته أي أحد. الحمد لله أن الله اختارك لتدخل بيته. ولهذا ثبت الله همة بعض الذين لا يحبهم عن الذهاب إلى المساجد، لأنه كره أن ينبعثوا إلى بيته وكره أن يدخلوا إلى بيته، كما قال تعالى عن آخرين قال ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وانظر إن شئت إلى المسجد الواحد كم عدد الذين يسكنون حوله، طيب كم عدد الذين يدخلونه؟ هل عرفت الآن ماذا أقصد؟ ولهذا إذا كنت أنت ممن اختارهم الله لدخول بيته فافرح، افرح في طريقك إذا ذهبت إليه، لأنه هو سبحانه يفرح بك إذا ذهبت إليه. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه. يقال بش فلان لصديقه أي فرح به وأقبل عليه، قال إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدموا عليهم. الله أي كرام أي فضل لمن ذهب إليك يا ربي، ما أكرمك. سبحان الله انظر كيف يكرمه ويعطيه. والله لا تجد عظيما يتعامل معك بكل هذا التعامل الحسن إلا ربنا سبحانه. ولهذا والله الإنسان يستحي من ربه، يستحي من كثرة ما يعطيه. الأمر لا يقف عند هذا الحد، فلو وصلت إلى مرحلة تعلق قلبك بالمسجد، إذا وصلت إلى هذه المرحلة أصبح القلب مرتبط به، فإن الله سيدخلك يوم القيامة تحت أكبر مخلوق في الكون. وصفه الله، وصف المخلوق بأنه مخلوق كريم وبأنه عظيم وبأنه مجيد. إنه عرش الرحمن خلقه ربنا ثم استوى عليه وأمر الملائكة بحمله وتعبدهم بتعظيمه. والعرش سقف المخلوقات، العرش أعظم مخلوقات، العرش أعلاها وأوسعها، فصار العرش بهذه الأوصاف لائقا بالرحمن. لهذا قال تعالى الرحمن على العرش استوى. هذا الشيء العظيم يدخلك الله تحته يوم تقترب الشمس من رؤوس العباد وأنت تحت الظل الظليل يوم لا ظل إلا ظله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. هل تخيلت نفسك مرة وأنت تحت العرش تنظر إليه هكذا كأنك تنظر للعرش وجاء أرأيت كيف المساجد عزيزة وكيف أن بيوت الله غالية؟ كل هذا يحدث لك إذا تعلقت بها. ولاحظ الفرق سبحان الله، من الناس من قلبه معلق بالمساجد كلما خرج منها فكر بالرجوع إليها، البعض الآخر يصلي داخل المسجد وقلبه معلق بالدنيا التي في خارج المسجد. سبحان الله، ولا الصالحون كانت ترفف قلوبهم لمحبة بيوت الله. كان ربيع بن خيثم يقول إني لآنس، يعني من الأنس، إني لآنس بصوت عصفور المسجد أكثر من أنسي بأهلي. لا تدخل هذا المكان الطاهر بدخول روتيني عادي بلا شعور ولا استحضار لكل هذه المشاعر التي ذكرناها. كيف تريد لقلبك أن يحس بكل هذه الأحاسيس وهو لم يتحرك ولم يتفكر؟ لابد من تفكر. غير شعورك اتجاه المسجد وسوف يتغير تعاملك مع الله إذا دخلت بيته، وبالتالي ستجد لصلاتك في المسجد طعما آخر تماما. أسأل الله أن يحيي قلوبنا في بيوته، وإن شاء الله نلتقي مع تعامل آخر في حلقة قادمة. تابعونا.